عسلامة ومرحبا بكم في موقع لافالور ابسولي. اليوم درسنا قابلية القسم على ثمانية، اللي هو أول درس بالنسبة لتلاميذ السنة الثامنة أساسي. باش نبدأ بالقاعدة، يكون العدد أكبر من 999 قابل القسم على ثمانية إذا كان العدد المتكون من ثلاثة أرقام الأخيرة أي الأحاد والعشرات والمئات قابل للقسم على ثمانية. إيش معناها الكلام هذا؟ باش ناخذ مثال. هل العدد 536112 يقبل القسم على ثمانية؟ باش ناخذوا الأعد الثلاثة أرقام الأخيرة اللي هو 112 على 8 يساوي 14. إذن 112 يقبل القسم على 8، وبالتالي العدد 536112 يقبل القسم على 8. معناها ديما ناخذوا ثلاثة أرقام الأخيرة، أحد العشرات والمئات، مهما كان العدد اللي باش نقسمه على 8 ناخذوا الأرقام الثلاثة الأخيرة، الأحد العشرات والمئات. كما هنا خذينا 112 على 8 قابل القسم على 8، إذن كامل العدد يقبل القسم على 8. نمشي لتوا باقي القسمة. باقي قسمة عدد على 8، باقي قسمة عدد على 8 هو باقي قسمة العدد المتكون من أرقامه الثلاثة الأخيرة على 8. نفس الشيء باش ناخذ مثال، باقي قسمة العدد 728106 على 8، إذن نقسم 106 على 8، باقي قسمة العدد 106 على 8 يساوي 2. إذن باقي قسمة العدد 728106 على 8 يساوي 2، نفس باقي قسمة العدد المتكون من ثلاثة أرقام الأخيرة اللي هي الأحاد العشرات والمئات. باقي قسمة 106 على 8 يساوي 2، إذن باقي قسمة العدد 728106 على 8 يساوي 2.